السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن الفطرة السليمة وكيف تتصفى بالمصائب والويلات. الفطرة السليمة، تساؤل، هل هناك أصلا فطرة عند الإنسان؟ وهل هذه المصائب والشدائد التي تقع للعباد خصوصا منهم المؤمنون والمؤمنات، هل لها من دور في تصفية هذه الفطرة وتنقيتها وجلائها؟ هذا ما نريد الجواب عنه في حلقة هذا اليوم. نحن أيها الأحباب الكرام، حينما نولد وربنا عز وجل خلق فينا فطرة سليمة تشهد بوجوده من غير دليل. المولود الصغير لما يولد تجده يشهد أن الله موجود، وأنه هو الخالق، وأن ذلك ليس له سبيل من الانحراف في العقيدة. لكن النفوس هي التي تتقذر بأقدار الشرك والانحرافات. أما توحيد الله في النفوس فهو أمر فطري بديهي. القرآن الكريم يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فكل الناس حينما يولدون وهم أطفال صغار، ربنا يخلق فيهم فطرة سليمة تشهد بوجود الله وتعرف الحق من الباطل والخير من الشر، وفيها ميول للصدق وميول لفعل الخير. لكن هناك من يعترض ويقول: إذا كان هذا الأمر حقيقيا فلماذا الناس عبدوا العبادات أخرى، آلهة شتى عبر العصور؟ هناك من كان ملحدا لا يؤمن بأي شيء، وهناك من صار مشركا، وهناك من صار عنده آراء وأفكار ومعتقدات غريبة مخالفة لأمر الفطرة، لماذا؟ الجواب هو أن الفطرة السليمة هي تخلق مع الإنسان، وربنا عز وجل يغرسها في قلب العبد المؤمن لما يولد وهو صبي. لكن الذي يقع هو أن الناس يبدأون في بعض التغييرات. الإنسان يتلقى أفكار جديدة ويتلقى مجموعة كبيرة من الحقائق أو من المغالطات، إما من طرف الآباء وإما من طرف الكتاب والمعلمين والباحثين، فقد يجعلون غشاوة ما بين قلب العبد المؤمن وبين الحقائق. هناك من عنده غشاوة لأن المحيط الذي نشأ فيه والمعلمون والباحثون والمربون والذين يسعون على التنشئة غرسوا فيه أفكار غريبة ووضعوا على قلبه وعلى بصره غشاوة. من أجل ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية كان يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود غير يخرج من كرشم من بطن أمه يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ هي العقيدة السليمة. لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الفطرة. الإسلام هو دين الفطرة، ونحن باعتبارنا مسلمين وجب علينا أن نحمد الله كثيرا
لأن الله تعالى أكرمنا بدين الفطرة دون أن نبحث. قد يقول القائل إذا تركنا الطفل من غير أن نؤثر في فطرته هل سوف يخرج موحدا عارفا بربه أم لا؟ الطفل الصغير عنده مجموعة من المؤثرات، إذا وجد في عائلة طيبة عائلة مؤمنة صادقة راه ينبت نبتة حسنة، إذا كان في محيط عنده أفكار ومعتقدات خاطئة وسلوكات منحرفة سوف يؤثرون عليه. ولكن هناك أيضا أعداء لنا نحن بني البشر يؤثرون في نفوسنا. هذا الكلام أقوله لماذا؟ لأنني في الفترة الأخيرة التقيت مع بعض الأمهات يبكون ويشتكون لأن أولادهم الآن في سن المراهقة، كل اللي عنده 16 عام، كل اللي 18 سنة، كل اللي 20 أو أكثر من ذلك، شعر بالضياع، شعر بأنه لا يجد البوصلة التي تأخذ به إلى بر الأمان. كتقول لك الأم أنا وباه إحنا أسرة طيبة وجدوده تهم صلحاء، ولكن هذا الولد هذا الشاب خرج لنا اتجاه آخر. هي الأسباب قد تكون ربما أساتذة، ربما أصدقاء سوء، ربما معارف يتلقاها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حسب بحثه وتبحره. لكن أيضا لا ننسى أن كل واحد منا عنده شيطان، كل واحد منا له شيطان. هذا الشيطان أخذ على نفسه العهد بإضلال بني آدم، وقد أمر ذريته كل صباح كيقول انتشروا انتشروا. كل واحد منا عنده شيطانه. الشيطان الأكبر لقد نجح في إغواء أبينا آدم عليه السلام لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. هذا كلام للإبليس، قسم بالله بعزة الله وجلال الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. يعني عنده هدف في الحياة، احنا الهدف ديالنا في الحياة ما هو؟ هو العبادة. الشيطان الهدف ديالنا في الحياة هو إغواء العباد والصلحاء. بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. الله عز وجل أعطى للشيطان القدرة على أنه يصل إلى قلب الإنسان. أنت أيها الإنسان ولو تكون مثقف تقول لي عندي دكتوراه في الفلسفة، دكتوراه في القانون الدولي، دكتوراه في الاقتصاد السياسي، دكتوراه في الطب وفي الهندسة، لا يهم، أنت بشر سواء كنت دارس أو كنت عامي، كلنا سواء. لقد أعطى الله تعالى الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان. لماذا؟ ليعبث في فطرته السليمة. إنه يلج إلى قلوب الناس ليعبث. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الكلام قال النبي الكريم لما كان مع زوجته بالليل، خرج ليقضي حاجة، شافوا جوج الصحابة وبيقولوا النبي مع امرأة. كثير يقع هذا الأمر، إنسان مع زوجته أو مع أخته أو ربما مع امرأة لا تقربه، ربما لمصلحة من المصالح قد يراه بعض الناس ويظنون به السوء. هذا وقع للنبي الكريم، كان مع زوجته صفية، خرجت بالليل لقضاء حاجة وكان الطريق مظلم، فرآه بعض الصحابة قالوا هذا النبي يسير في الليل مع امرأة. فالنبي الكريم قال على رسلكما، توقف، هذه صفية بنت حيي. وإني أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. راه كل واحد منا عنده شيطانه كيلعب ليه بالفطرة ديالو وكيحاول ما أمكن أنه يغريه بالأمور المحرمة. ربنا عز وجل وصف هذا الشيطان بأنه قوي وبأنه يوسوس، وطلب منا الاستعادة منه لما قال يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس.
لهذا معظم الأمراض النفسية التي هي في مجتمعنا اليوم رأى تقريبا أكثر من 70% الناس اللي كيتشكاو بأن عندهم أمراض نفسية هما في الأصل عندهم وساوس شيطانية، وربنا قال لنا استعيذوا منه الذي يوسوس في صدور الناس. لهذا قال ربنا عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاث مرات، رب الناس رب الناس، ملك الناس ملك الناس، إله الناس إله، ثلاث مرات ربنا يكرر الربوبية والملك والألوهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لأن هذا هو اللي كيخلي الإنسان كيغير الفطرة ديالو ويشك في وجود الله، أو يعتقد بأن الله موجود لكنه لا يتدخل في شؤون الناس، أو يظن بأن الله إذا تدخل يظلم ويعطيهم أقدار فيها مساوي وفيها أضرار. وهكذا هي الشياطين تقوم بدور كبير في إفساد الفطرة. قال ربنا عز وجل بأن هذا الأمر هو لكل البشر، قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أن ربنا عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة، خلقهم مستقيمين منذ أن تخرج من بطن أمك فأنت مستقيم. لكن بالإضافة إلى المؤثرات التي سبق ذكرها، المحيط ديال العائلة، المؤثرين التربويين الذين يعملون على التنشئة الاجتماعية، الثقافة السائدة، وسائل الإعلام، هذه كلها تلعب واحد الدور إما في البناء وإما في الهدم، إما في الجمع وإما في التفريق، إما في الإصلاح وإما في الإفساد. لكن بالإضافة إلى هذه المكونات كاين كل واحد منا عنده شيطانه يعبث به، وعليك أن تتخلص من هذا الشيطان. ثم بالإضافة إلى ذلك هناك القرين، كل واحد منا عنده قرين للجن يأمره إما في الغالب يأمره بالشر ويحث عليه إلا إذا كان مؤمنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أنت هل لك قرين؟ قال أي نعم أنا أيضا نبي وعندي قرين، لكن الله تعالى هداه للخير فلا يأمرني إلا بالخير. في الغالب هذا القرين يدعو بالشر، كما قال في ربنا عز وجل قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا في سورة قاف كيحكي ربنا عز وجل يوم القيامة يبدأ البراءة، البعض يتبرأ من الآخر، الناس كيخافوا كيلقوا الأعذار، يتبرأ من عمله، كيلقى دار واحد العمل سيء، شرب الخمر وتعاطى للفساد وأكل أموال الناس بالباطل وظلم الضعفاء ووعد وأخلف أعداد كبيرة من المصائب وترك الصلاة وفعل، فيبحث عن التبرؤ، يقول أنا بريء، شكون السبب؟ يقول ماشي أنا، راه القارين ديالي. فالقارين توكي دفع أمام الله تعالى، يقول قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، راه هو اللي في الضلال، أنا غير أعطيته شوية الإغراء هو تبعني. فكل واحد منا أيها الأحبة الكرام، احنا باش نفهموا الدات ديالنا، احنا كنتولدوا سليمين، كنتولدوا بالنفس الطاهرة بالفطرة السليمة. هاد الفطرة السليمة ربنا أرادها أن تبقى هكذا، ومن حكمته البالغة جعل أشياء تؤثر في الفطرة. أشنا هي؟ الأولى هو المحيط ديالنا، المحيط، أنت وزهرك، تقدر ربي عز وجل يوضعك في واحد المحيط مؤمن، أبواك صالحان، الوسط العائلي صالح، أنت غتعود صالح، غتبقى مستمر في الصلاح في الغالب. وإلا إذا كان حظك يوضعك الله في واحد العائلة ربما لا تفقه شيئا في الدين، فاقدا للبوصلة، عندها الدين غريب، تتعالى عن التعاليم الدينية، كي يتعالى كي يظن نفسه
أنه أفقه من القرآن. كاين ياما التقينا ببعض الأشخاص كتلقى في عزة وكبرياء أنه لا يتواضع أنه يسمع القرآن. وكاين اللي الله يستر أنه يستركم مبتلى بالمحرمات. فهذا الإنسان الفطرة السليمة ديالو قد تتأثر بالمحيط، لكن كاين كذلك مؤثرات أخرى من غير المحيط، اللي هو كل واحد منا عنده شيطانه وكل واحد منا عنده قرينه. شيطانك في الغالب هو دائما يعمل على السوء، والقرين إله ده الله تعالى راه غادي يساعدك على الخير، لكن توا في الغالب يأمر بالشر. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتدخل، الله تعالى الرحمن الرحيم يتدخل باش يحمي لنا هذه الفطرة السليمة. باش كيحميها؟ راه كيحميها لنا الله تعالى بالمصائب والويلات والشدائد والكروب. هذا سؤال كبير كل واحد فينا ربما كيقول علاش انا مقصود، علاش انايا ديما كتبان فيا العلامه، مصيبه ورا مصيبه، ويلات ورا ويلات، شدائد ورا شدائد، امراض والفقر والوضعيه متازمه، علاش؟ هاد المصائب ربي عز وجل كينزلها باش تصفي لنا جوهر الفطره. هذيك الفطره ملي كتاثر بالمؤثرات الخارجيه وكتاثر بفعل الشياطين وبفعل القرين، الله سبحانه وتعالى كيبغي يصفي لنا هذه العقيده وهذه الفطره، كيصيفط لنا هذه المصائب والويلات باش تطهر. علاش؟ لان كثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطره فتزول عنها الغشاوه التي رادت عليها. ربنا سبحانه وتعالى كيخبرنا كم من واحد كان ربما كان ضال او كان ملحد وكان يكره الدين وكان ينتقد المسلمين، ولكن ربنا اراد به خيرا فسلط عليه مصيبه من المصائب. قد تكون هذه المصيبه اما مرض خطير جدا. انا اذكر ونحن طلبه في الجامعه حضرنا في احدى الندوات في الرباط، وكان الاستاذ جاء من الشرق ودرس في الغرب، درس في باريس وفي ألمانيا وفي روسيا، وكان ملحد مثقف عربي، وكان يعطي الأدلة والبراهين على أن الدين خرافة وأن الإلحاد هو الحقيقة الجوهرية. وطلب الحاضرون أن يردوا عليه، قال لهم لا تلغدا تلغدا، الوقت لم يبقى، العرض كان طويل، غدا وردوا عليا. في ذيك الليلة نزل في الفندق، ونحن المغاربة معروفين بكرم الضيافة، فكان المنظمين داروا واحد الأكلة مغربية رائعة، خروف مشوي وطعام لذيذ. هذاك الشخص لقى الطعام المغربي بقى كياكل وكياكل، فلما أكل وقع له إسراف الطعام، ومن ثم شعر بمغاصل في المعدة، دار لي واحد الألم فظيع في المعدة، بدا كيتقطع. لما دخل الغرفة ديالو ولا كينادي الله الله الله، فقال لي ياك تقول الله غير موجود وتنتقد الأديان؟ قال لي لا، هذا غير كلمة نشأت عليها منذ طفولتي، كنقولوها في المجتمع ديالنا، كتخرج من فمي من غير إرادة. قال لي لا، بل قل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وبقى كيتألم حتى أنه جاءوا له بالدواء، وكيستعمل الدواء وكيبقى الألم، حتى كيقول الله، عاد كيرتاح. في الصباح الباكر ملي استأنف النشاط الفكري والعلمي في المحاضرة، جاء قال لهم لا تردوا علي، فأنا ربكم أعطاني درسا قاسيا ليلة الأمس، وعرفني بنفسه، عرفني بمرض شديد، أصابني بمرض شديد، عرفني بنفسه وجدد إيمانه. دابا هذا إنسان أصابه الله بمصيبة صفت جوهر فطرته، وهذا كثير. أذكر كان لي صديق يشتغل في البحر، وهو أيضا كان يتنزه، يمشي في البحر مرة في إسبانيا مرة في أمريكا الجنوبية، وكان يحب الحياة، يحب السجائر البرازيلية، ويحب الجمال والنساء و وكنت لما أكلمه عن الدين يقول لي خلاص كلامكم فارغ، الحياة فيها لذة فيها متعة، وكان لا يعطي أي اهتمام للدين.
بعد مدة التقيت به في إحدى الأسواق وجدته رجل متدين. والله لما رأيته استحييت منه، قبلت يده، الصورة دياله تغيرت، الدينار في جبهته، لحية جميلة واتته وعليه واحد السمت. أو هذا هو فلان اللي كنت عارفه من قبل، كان قوي وكان عنيف وكان يحب الشهوات والملذات. ما الذي وقع لك؟ قال لي كذا، كنت في البحر كالعادة واحد اليوم، جاء الموج الشديد وبدا السفينة كتلعب، وشحال واحد سقط من السفينة غرق، وانا بقيت متمسك بالسفينة وليت كنقول يا الله يا ربي لنجيتيني من هذه لأكونن من الصالحين. شدة من الشدائد العظيمة. وفعلا ربي سبحانه وتعالى أنجاه، اللي معاه واحد المجموعة راه مشاو غرقوا، هو نجاه الله تعالى. ملي رجع بغى يقرأ القرآن الكريم، يقرأ في شي بركة وهو يرتجف. ملي فتح الصورة فتحها على سورة يونس في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فتح المصحف، عيني جت لهذه الصورة ديال يونس في هذا المقطع ديال الآية، فقال: وكأن ربي عز وجل بعث لي برسالة من أعلى السماء، قال لي هذه هي حقيقة أمرك. ومن ثم صار مستقيما. ما الذي وقع له؟ عاد إلى الفطرة السليمة، عاد إلى الفطرة السليمة. فالمصائب والويلات والشدائد التي تنزل بنا نتساءل لماذا ربنا يصيبنا بهذه الويلات، لكي يعيدنا إلى الفطرة السليمة. وأذكر مرة كنا مسافرين خارج أرض الوطن وركبنا في طائرة، وكان معي واحد الشخص فيلسوف زمانه، يعني كثير الكلام وكثير النقد وكثير السخرية. كنت معه في حوار، وكان معنا واحد الرجل في المركب من رجال التبليغ، حاول أن يدعوه إلى الله. قال لي: أنتما جبتوا الأفكار ضالة، وأنتما درتوا أفكار كلها مغلوطة، وخليتوا الناس كيعيشوا في الأوهام، وكتخبروهم بأنه هناك جنة في السماء، وكتخبروا بأنه إله، أنتما درتوا أفكار كلها. وبقى لي بالنقد. أنا حاولت أن أقنعه بالأدلة والبراهين، لكن لا يريد أن يقتنع. ولما كنا في الطائرة جت المضيفة: ماذا تشربون؟ أنا قلت لها: كأس ماء أو كأس شاي. صديقي الآخر قال: كأس قهوة. هو قال لها: مشروب روحي، يعني خمر. شرب الخمر وبدأ يضحك، ونحن نسير بالطائرة. وصلت لواحد الأجواء، الطائرة بدأت تتأرجح في الفضاء، بدأت تهتز وتميل، والطيار لم يعد يملك من أمره شيئا. وهنا بدأت الحالة. سبحان الله، ذاك الرجل من أهل التبليغ كنت كنشوفه لابس واحد القميص ودير واحد العمامة، فرحان يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وذاك الرد عليه من الجهة أخرى: محمد رسول الله، محمد رسول الله. أشي اللي خرج من الفم؟ هو كيقول لا إله إلا الله، وذاك تخرج مني محمد رسول الله. كنكمل لي الشهادة. والسيد اللي هو وسط منا، ذاك فيلسوف زمانه، بدا كيبكي وكيقول واحد الكلام كيقول لا استطيع ان اقوله لكم، كلام كيبين على انه في خطر، وانه في سبحانك يا جليل. بقينا كلمه لا اله الا الله حتى تجاوزنا المرحله الخطيره، وبدات الطائره لم تعد تترجح في الفضاء، لم تعد تهتز وتميل، ثم استقرت. ومن ثم أخونا هذا الذي كان في زمانه اختفى عنه الإلحاد، وبدأ لسانه يضج بالدعاء، وبدأ يقول لا إله إلا الله. سبحانك يا جليل. قلت له كان حمد الله ونشكره على هذه التجربة. عشنا فيها تقريبا واحد 17 دقيقة، كنحسبها 17 دقيقة اللي كانت الطائرة غطيح، وعشنا هذا الأمر هذا. والله ما كتشعر بالخوف، كتشعر كتقول الله غنمشي عند الرحمن وهو عندنا راضين. يا ربي اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مسكين يقول كلام آخر. فربنا سبحانه وتعالى كيجعل لنا السبب. لهذا كنبغي نقول للأحباب الكرام جميعا، أي واحد كيشعر بأنه عنده مصائب في حياته أو شدائد،
اسأل نفسك ماذا يريد الله تعالى منك من خلال تسليطه لك لهذه الشدائد. إنه يريد منك أن تطهر فطرتك السليمة التي أصابت غشاوة. الإنسان لا يشعر بحاجة وفقر إلى خالقه إلا إذا شعر بوجوده. وصدق ربنا حينما قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بغينا نقول أيها الأحباب الكرام، حنا جميعا محظوظون. بغينا نقول هو أن الحياة إلا كانت مرة كتعطينا لكمات أو طعنات، أزمة مالية، أزمة صحية، ظروف غير مواتية، حنا الحمد لله عندنا واحد النعمة عظيمة كنعتز بها وهي رأس المال. رأس المال ديالنا كله هي، لا عندك هي راه ما تخمل حتى حاجة، وهي أننا على دين الإسلام، دين الفطرة السليمة. فنحن جميعا مفطورون على هذه الفطرة، فطرة العقيدة الصحيحة، فطرة التوحيد ومحبة الخير وإثاره وقبوله وكراهية الشر ودفعه ورفضه. حنا هكذا ربنا خلقنا. ولكن أحيانا قد ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا بعض الشدائد فقط ليعرفنا بنفسه. هذه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها عباده هي فطرنا كذلك على بعض الجبليات باش يبقى الحياة، الحياة تبقى مستقرة ومستمرة. أعطانا نعمة الزواج حتى هي من الفطرة، لاش؟ حتى لا ينقرض الجنس البشري. أعطانا حب البقاء باش نبقاو دائما متمسكين بالحياة. أعطانا الخوف من العدو بس نستعدوا لمواجهته. فربنا أعطانا الفطرة ولم يتركها بلا ضابط أو توجيه، بل وضع لها ضوابط حتى لا تنحرف إلى الطرق الحيوانية والغرائزية والشهوانية. بعض الناس ربما يضعون قوانين في حقوق الإنسان، في الحريات الفردية، ينطلقون من أفكار معينة ويتغيب عنهم المرجعية الدينية العليا، وهي أن الإنسان خلق على الفطرة السليمة بعيدا عن الطرق الحيوانية والغرائز والشهوانية. فربنا إذا كان قد وضع لنا ميولا إلى الجنس فقد أطره بالزواج، وإذا كان وضع لنا ميول لكسب المال وحب المال فقد أطره بالكسب الحلال وأمرنا بأن نخرج من الصدقة والزكاة. إذا أعطانا حب النفس والولد والأهل والموطن، هذه كلها من الفطرة السليمة حتى نحافظ على جماعتنا وعلى مجتمعنا. هكذا هي الحياة. ربنا أعطانا حب الحياة لكي نرغب في التمسك بها، ولكن أعطانا كذلك أشياء أخرى كلها تدخل في إطار ما يسمى بالفطرة السليمة. هذه الفطرة هي عند المؤمنين والمؤمنات من كل الجنسيات. العرب لا يشكلون سوى تقريبا في العالم الإسلامي حوالي 23%، 23%، والبقية ليسوا بعرب. الناس اللي هما مسلمين وعندهم إيمان قوي، ماليزيا، باكستان، الهند، إيران، دول كثيرة، والدول الأمازيغية، أكثر من 77% هما غير عرب وعندهم إيمان قوي وعندهم فطرة سليمة. لهذا نقول أيها الأحباب الكرام، نركز أننا نحن جميعا علينا أن نكثر من الحمد والشكر لله، لأن رأس المال الحقيقي في الدنيا كلها اللي هو الدين راه ربي أعطانا شي بركة منه، وأعطانا كذلك الوسط العائلي والمجتمع ديالنا راه مؤمن رغم بعض الهدات ولكن راه مؤمن، نعمة وبركة. احذروا أيها الأحباب الكرام من عدوين، من شيطانك ومن قرينك. راه عندك شيطان وعندك قرين، احذر منه، لأنه دائما لا يهدأ له بال، راه خدام عليك، راه غدا راه وضع لك واحد البياج، غدا وضع لك واحد المطب، غدا راه وضع لك واحد الشدة. بماذا تستعيد؟ استعيد بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. واعلم بأن كل مصيبة أصابتك أو شدة راه غير رسالة من عند الرحمن، غايتها أن تفقه حقيقة نفسك وحقيقة الوجود لكي تصير فطرتك
أكثر نقاوة وأكثر صفاء، وهذه كلها غتبقى دائما مستمرة إذا كان الإنسان ينادي ويقول يا الله يا الله يا الله. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزيده في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.